المهم انا عايزك من النهارده تفتح عينيك كويس، الموسم خلاص قرب وانا ناوي اعد الثمر اللي على الشجر ده كله ثمره ثمره، ولو لقيت واحده ناقصه هخصمها من مهيتك. ياه معقوله هتعد الطرح اللي على الشجر ده كله؟ ايوه انا جبت كاميرا التصوير وهصور الشجر ده كله. عجيبه يا اولاد. لكن انت بقى ما قلتليش يا محروق، ايه اخبار البلد؟ إيه هو الحاج حامد ما قالكش؟ قال لي على ايه؟ مش سعيد بيه ابن عبد الله بيه رجب شيع لي السواق اللي عندهم اللي اسمه ورعي وخدني وداني ليه السرايه؟ سعيد كان عايزك ليه؟ بسم الله ما شاء الله. خدي يا حبيبتي اشربي حبتين نعناع دول هتبقي كويسه. انا نفسي غم عليا قوي يا خالتي. معلش يا نور عيني، ما هو ده اللي لازم يحصل. يا الف مبروك يا الف نهار ابيض. هو في ايه؟ ايه الهنا والسعد. معلش واني قالي اللي اقول هي مالها اتاخرت لحد دلوقتي. بس كان لازم تقولي يابا. انا ما رضيتش اشغل بالك بحاجه زي دي. ايوه بس تفتكر يعني عايزين يضربوني بالموالح بتاعتهم؟ اها ايش جاب لجاب يا ابني؟ طب ده الشجر بتاعهم بعيد عنك، لو طرح السنه دي نص اللي لازم يبقى خير وبركه من عند ربنا. الجماعه دول مش ناويين يجيبوها لبر، بس انا بقى المره دي مش هسكت. ولا تعمل لهم اي اعتبار. انت بسم الله ما شاء الله الموالح بتاعتك احسن موالح في الزمام كله وصوتها على كل لسان، ارمي انت بس تكالك على الله. طيب يا سعيد طيب اما اشوف اخرتها معاك. يا الف مبروك يا الف نهار ابيض. خير يا حاج؟ فيه ايه ياما؟ حميده حامد. وعرفت ازاي يابا؟ ودي حاجه تخفى عني برضه يا واد. يا من انت كريم يا رب، احمدك واشكر فضلك. وهي فين دلوقتي؟ فوق اطلع لها. طيب بقول ايه يابا؟ ما افتكرش انهم عايزين يضربوني. ما كانش سعيد سأل الواد محروس على عنوان؟ انت لسه شاغل نفسك بالموضوع ده؟ اطلع لو وشوف طيب مراتك. طيب ماما انا تعبانه قوي، هو الحمل بيتعب كده؟ لا يا نور عين مامي مفيش تعب ولا حاجه حبيبتي ابدا، اهم حاجه اليومين دول تفضلي مرتاحه في السرير، ما تعمليش اي حاجه في البيت ابدا. انا مستغربه ازاي هارون ما يجيبلكيش طباخ وسفراجي لغايه دلوقتي. انا اللي مش فاهمه، هو انت وش المرمطه دي يا حبيبتي؟ لازم يجيبلك شغاله ويجيبلك كمان دادة عشان البيبي. وهو معقول هارون هيوافق بكل دول؟ وما يوافقش ليه؟ انتوا مش بتقولوا انه غني؟ غني ولا مش غني؟ هو ناسي هو متجوز بنت مين؟ تحب تكلميه انت ولا اكلمه انا؟ لا يا ماما انا هبقى اكلمه. على فكره يا ماما بنتك دي يا اما بتحب جوزها قوي يا اما بتخاف منه قوي. تخاف منه؟ يطلع مين ده بقى عشان تخاف منه؟ هو مين ده اللي تخاف منه حماتي؟ اهلا 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 بجوز بنتي حبيبي. ازيك يا هارون؟ يا سلام جاي في وقتك. لا ابدا، اصل مراتك الحقيقه كانت بتتدلع وبتقول انها خايفه من الحمل. ايه ده معقول؟ هو انت يعني اول واحده حميده؟ طب تعالي شوفي في البلد عندنا الواحده من دول تبقى بطنها قد كده اهو وتنزل تشتغل في الغيط ولا 100 راجل. قومي قومي بلسه البطن، شوفي هناكل ايه. انا ما قدرتش اعمل اي حاجه النهارده. ايوه صحيح يا هارون، هو انت ليه لغايه دلوقتي ما جبتلهاش طباخ؟ طباخ بس يا ماما؟ مش حضرتك قايله من شويه سفرجي وشغاله ودادة عشان البيبي؟ ايه ده كله ليه؟ ده كله احنا ايه عايشين في قصر عابدين؟ لا ابدا يا هارون، بس الاصول هي كده. يعني اني اصول دي يا حماتي؟ بقى حد يقول ان الشغالين اللي في البيت يبقوا اكتر من اللي عايشين فيه؟ طب ده انا امي طول عمرها تعمل كل حاجه بنفسها. ايوه يا هارون، بس في فرق بين الارياف وهنا. وبعدين ما انت شايف مراتك تعبانه ازاي؟ ولا يمكن انت بقى قلبك مش عليها؟ طب خلاص يا حماتي خلاص، انا هشوف لها بنت عندنا من البلد تيجي تخدمها. عملت لي ايه يا عبد العظيم؟
لقيت عنوانها يا غنى؟ ما لقيتوش، ما حدش دلنا عليه. هو مش من البلد عندكم يا سعيد بيه؟ ايوه، بس ما فيش حد عايز يديني عنوانه. بقول لك ايه، اسمعني كويس، هو حماه اسمه سعدون بيه عبد الهادي. احفظ الاسم ده كويس، شوف لي نمرته في الدليل كام واتصل بيه واعرف منه عنوان هارون. افرض سالني وقال لي انت عايز العنوان ليه؟ يرى يا عبد العظيم قول له اي حاجه يا اخي، قول له شغل. حاضر يا فندم. بس اسمع، اهم حاجه ما تجيبش سيرتي في الموضوع خالص، مفهوم؟ انت هتركب تليفون مكتبك امتى يا هارون؟ اديني يا سيدي بجري وراه. في واحد اتصل بيا وسال على عنوانك. ما قالش اسمه ايه؟ اظن قال عبد العظيم. العظيم؟ عظيم عبد العظيم. عبد العظيم ايه؟ لا مش فاكر. ما قالكش عاوز ايه؟ وقال انه عايزك في شغل، علشان كده انا اديته عنوان مكتبك. ما فين السفراجي؟ السفراجي هيفضل لحد دلوقتي؟ هو مش عارف ان في ناس هتتعشى ولا ايه؟ وانت من امتى بتتعشى في البيت؟ انا طلبت منه يروح. مش هتاكلي ولا ايه؟ الحمد لله انا اتعشيت. عايز حاجه عشان داخله انام؟ ما سالتنيش عملت ايه يعني في موضوع هارون. وانا داخل ايه في الموضوع ده؟ انت مش كنت بتتحديني؟ قصدك ايه؟ اصلي خلاص عرفت عنوان مكتبه وريح له بكره. على العموم ده شيء ما يهمنيش. لكن يهمني انا، يهمني قوي. انت عارفه لو هارون رفض يشتغل معايا انا مش هزعل، بالعكس هبقى مبسوط قوي. ساعتها بس هعرف انه لسه حاسس بالهزيمه قدامي واني انا المنتصر. انت رايك ايه؟ عايزاه يوافق ولا يرفض؟ قلت لك 100 مره تخبط على الباب قبل ما تدخل. لا مؤاخذه يا هارون بيه، اصل في واحد بره عايز حضرتك. واحد مين؟ الحقيقه انا ما شفتوش قبل كده. طب وما دام انت ما شفتوش ما سالتوش على اسمه ليه؟ لا هو قال ان اسمه سعيد. سعيد؟ سعيد مين؟ هو ما قالش غير كده. خلاص خليه مستني بره لغايه لما اضرب لك جرس وبعدين دخله. اقدم له حاجه يشربها؟ ما تقدملوش اي حاجه. امرك يا هارون بيه. حاضر. اتفضل يا سعادة البيت. صباح الخير يا هارون. أنت؟ هو السعي بتاعك ما قالكش أنا مين ولا إيه؟ قال لي، بس ما كنتش متوقع إنك تكون أنت. ما تصورتش أبداً إنك بالبجاحة دي. ده إيه المقابلة السخيفة دي؟ أمال أنت كنت فاكر إيه؟ هقوم يعني اخدك بالحضن. وليه لا يا اخي؟ ما احنا كنا زمايل. للاسف زماله انا ما اخترتهاش، زي ما في حاجات كتيره قوي في الدنيا الواحد ما بيختارهاش. ده الانسان الضعيف بس. فعلا جايز وقتها كنت ضعيف، ما كنتش اقدر انقلك من المدرسه ولا من الفصل اللي انا فيه، ما كنتش اقدر اقف قدام هيلمانكم والجبروت بتاعكم. لكن ارجع واقول رب ضاره نافعه. ازاي يعني؟ يعني لولا وجودك في حياتي ما كنتش وصلت اللي انا وصلت له النهارده، ما كانش بقى عندي الطموح اللي اقدر احقق بيه احلامي.
شفت بقى ازاي استفدت مني كتير ولسه ياما كمان هتستفيد. ايوه بس للاسف بستفيد من شرك. انا بقى المره دي يا هارون جاي لك في خير. خير انت ممكن يجي من وراك خير؟ مش تسالني الاول جاي لك في ايه يا اخي؟ حتى السؤال كمان خايف منه. اسمع سعيد، انا مش هخاف منك ولا من غيرك. لازم تعمل حسابك انك مش هتقدر تقف في سكتي. مفيش مخلوق دلوقتي هيقدر يقف في سكتي. هارون افهمني كويس، انا جاي لك النهارده ورامي ورا ظهري كل اللي كان بينا. انا بقى رميته من زمان لاني اكتشفت انه ما بيشكليش اي اهميه. عظيم، هو ده اللي انا كنت متوقعه. طب ولما انت كنت متوقع كده ايه اللي خلاك غيرت اسمك لما اتصلت بحماية سعدون بيه عشان تعرف عنواني؟ مش انا اللي اتصلت بيه، ده موظف عندي اسمه عبد العظيم. طب خش في الموضوع. ما انا من ساعه ما جيت عايز اخش في الموضوع بس انت ما اديتنيش فرصه. ده انت حتى ما سالتنيش انا جاي لك ليه. اتفضل يا سيدي قول اللي عندك. ازيك يا مدام؟ انا الوسام. امال حضرتك هو سعيد مش موجود؟ اما راح فين؟ لا 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 انا هبقى اتصل بيه تاني. شكرا، مع السلامه. يا سعيد بيه، انت عارف ان انا راجل عندي وفاء وما احبش اخسر زبون بيتعامل معايا. اذا كنت هتخسر زبون فانت هتكسب زبون تاني، زبون احسن. مش فاهم كلامك. انت بتبيع البرتقال اللي عندك بكام؟ انت عارف احنا بنبيع الشجر الموالح كله على بعضه. لا انا هاخد منك البرتقال بالطن وبقيت الموالح اتصرف فيها انت. ما ينفعش، انا ما ببيعش بالوزن. لا ما هو كله بتمنه وانا برضه هعوضك. طب سيبني افكر وادرب حساباتي. مفيش مانع، عايز وقت قد ايه يعني؟ مر عليا بعد اسبوع كده. انت دايما بيقولوا عنك انك شاطر في الحساب، اسبوع كتير. أصل المرة دي الحسبة مش سهلة وعاوزة شوية تفكير. عندي ليك خبر هتفرح له قوي. خير؟ وجيدة أختي جالها عريس. بجد؟ ألف مبروك. يعني ما سألتنيش بيشتغل إيه؟ مدام عجبها بقى مش مهم بيشتغل إيه. هو لحق يعجبها؟ دي لسه ما شافتهوش. مش فاهم. أصل طنط تحية صاحبة ماما هي اللي جايباه. عريس غيابي يعني. غيابي يعني إيه؟ يعني بالسمع من غير ما تشوفه. بس الحقيقة بقى مركزه كويس قوي، مدرس في كلية الحقوق. المهم عنده فلوس. بقولك مدرس في الجامعة. اعرف منهم كتير قوي بيزحموا في الاتوبيسات. انت كل حاجة عندك الفلوس. اللي ما يعرفش يستفيد من عمله يبقى قلته احسن. طب ايه رأيك بقى؟ بابا متحمس له جدا. طبعا، اصل ابوكي ده راجل طيب. يعني انت مش عاجبك العريس؟ هو انا اللي هتجوزه؟ هو انت الواحد ما يعرفش ياخد منك رأي؟ يا ستي الرأي لصاحب الرأي.
وانت رايك ايه في الكلام اللي بيقوله هارون يا دكتور امجد؟ انا رايي ان النجاح مش لازم يرتبط بمقياس الثروه عند الفرد، لان النجاح في حد ذاته قيمه، انما الثروه اللي بيحدد قيمتها صاحبها، انما النجاح اللي بيحدد قيمته الناس. معاك حق يا دكتور. معاك حق ازاي سعدون بيه؟ معاك حق ازاي؟ يعني انتوا عايزين تقولوا ان الراجل الغني مش ناجح؟ امال مين بقى اللي يبقى ناجح؟ البني ادم اللي ما يسويش قرش؟ لا لا ما تاخذونيش بقى، ده كلام الناس اللي مش عاجبها اي حد يبقى عنده فلوس. انا عايز اقول يا هارون بيه ان اي حد ممكن يبقى غني، وفي طرق غير مشروعه كتير. يعني عندك مثلا تاجر المخدرات ما عنده فلوس كتير، الحرامي عنده فلوس، هل معنى ذلك انهم ناس ناجحين؟ طب انت اهو يا دكتور امجد راجل دارس قانون ومعاك اعلى الشهادات وبتدرس في الجامعه، تقدر تقول لي عملت ايه بكل ده؟ هتقول لي يعني عشان تبقى راجل ناجح؟ ما تاخذنيش، ده في مثل بيقول الاجر على قد التعب. على فكره انا عجباني قوي المناقشه دي، التاجر اللي بيوزن كل حاجه بالفلوس، وراجل العلم اللي عايز اعرف رايه ايه في الكلام اللي بيقوله هارون. انا رايي بكل بساطه ان العلم في حد ذاته قيمه كبيره، وما يجبش ان احنا نقيسها بالفلوس. ايوه بس اللي انا اعرفه ان كل حاجه ليها قيمه ليها ثمن، يعني الذهب غير النحاس. اهو انت تقدر تعتبر مثلا ان العلم زي الذهب، واي شيء زائف يبقى زي النحاس. لا واضح بقى انك انت ضد الفلوس. لا يا هارون بيه انا مش ضد الفلوس، انا ضد الجشع. جشع؟ جشع يا دكتور امجد؟ هو كل واحد عايز يشوف حاله تقولوا عليه جشع ومستغل؟ انتوا مش عايزين حد يشتغل بقى؟ بالعكس يا هارون بيه، انا مع اي حد يشتغل بس ما يستغلش غيره. وعلى فكره ساعات الفلوس الكتير بتفسد صاحبها. لا 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 يا دكتور امجد، مش كل الناس. ما انا بقول ساعات يا سعدون بيه، انا ما بعممش، لان في ناس اغنياء كتير وعندهم قيم وعارفين واجباتهم والحقوق اللي ليهم. طب ما تقول لنا بقى ايه هي الواجبات دي؟ يعني مثلا يسدد الضرائب اللي عليه، يستثمر فلوسه في مشروعات بطرق مشروعه، اذا قدر ان هو يساعد الغلابه والمحتاجين، ويساهم في مشروعات خيريه، ويساعد اللي مش قادرين، وغيره وغيره. انت عايزهم بقى يفلسوا يعني؟ يا هارون انت مش عاجبك اي نظام اقتصادي ولا ايه؟ لا بصراحة انا مش عاجبني غير نظامي انا وبس، نظام هارون هات وخد، وكل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. انا هسيبكم واروح اشوف الجماعة عشان تقعدوا انتوا براحتكم بقى وتتكلموا في المهر والشبكة. بس خلي بالك يا سعدون بيه، ما تخليش الدكتور امجد يضحك عليك ويقول لك الحاجات دي ملهاش قيمة. اطمن يا هارون بيه، انا وسعدون بيه مش ممكن نختلف. هما التجار عندكم مش بيقولوا اللي تعرفها تمنها؟ الله 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 الله، واضح انك انت مفتح ومدقدق وابنكار ومحدش عارف. طيب اسيبك انا بقى واستاذن. هارون طمني، عملتوا ايه؟ اتفقتوا؟ انا قمت وسبتهم عشان يتكلموا براحتهم. ليه بس يا هارون؟ ما كنت تقعد معاهم، انت عارف حماك بيتكسف قوي يتكلم في موضوع المهر والشبكه. انما انت ايه رايك فيه يا هارون؟ بصراحه وجيده الجدع ده انا مش مستريح له. بس اللي انا شايفاه انه انسان محترم ومثقف وعنده شخصيه. ايوه بس انت برضو ما قلتيش المهم. ايه هو؟ انه ما عندوش فلوس. يا سلام عليك يا هارون، انت فعلا جبت المفيد. ايه بس يا ماما اللي بتقوليه دون؟ ده راجل استاذ مساعد في الجامعه، يعني قيمته كبيره. اهو انت دلوقتي بتتكلمي زيه بالظبط. اسمعي يا وجيده، انت عاجبك ولا مش عاجبك؟ والله انا شايفه انه ظريف وبيتكلم كويس. خلاص يا حبيبتي ومال، ابقي افطاري واتغدي وتعشي كلام. لا حلوه دي يا حمادي. يلا بينا احنا بقى حميد. الله على فين؟ مش هتعشوا معانا ولا ايه؟ ماما هو دكتور امجد هيتعشى معانا ولا هيمشي؟ مش عارفة يا حبيبتي، بس يمكن بابا يمسك فيه. اقعد بقى يا هارون. لا انا هروح اشوف شغلي وبعدين هتصل بيكي في التليفون وعدي اختك. عن اذنكم. مع السلامة. يا عمرو بص يا عمرو، بص يا عمرو العب 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 يا عمرو
ايه يا حبيبي، عارف بابا ولا لا؟ قول لي بقى، بتحب بابا اكتر ولا ماما اكتر؟ اكيد طبعا بتحب بابا اكتر. استني عندك. ايه استني عندك دي؟ مش ملاحظة انك ماشية كده من غير ما اسمح لك؟ يا سلام، تفكر نفسك ايه؟ يبقى اكيد بقى نسيتي اتفاقنا. انا من فترة كده كنت اديتك الحرية انك تختاري تعيشي معايا او اطلقك، بس ده كان بشروط، وكان اهم شرط انك تعيشي معايا زي ما انا عايز. يعني اقولك اقعدي تقعدي، اقولك قومي تقومي، يعني ما تعمليش اي تصرف الا باذني. وانا دلوقتي بقى عايزك تستني، يبقى اكيد لازم تستنى. افندم يلزم خدمه. شاطره، انا احبك دايما تبقي على المستوى ده من الاخلاق. قولي لي بقى، انت كلمتيني في المكتب ليه؟ انا ما طلبتكش. لا، السكرتيره قالت لي انك طلبتيني. بالاماره قلت لها هطلبه تاني. جايز. هو ايه اللي جايز؟ يعني جايز اكون طلبتك، بس مش فاكره طلبتك ليه. انا بقى اقول لك ليه. كنت عايزه تتاكدي اني رحت لهارون ولا لا، لانك كنت فاكره ان كلامي معاكي مجرد كلام او تهويش. لكن طبعا دلوقتي اتاكدتي ان كلامي كان حقيقي، واكيد طبعا يهمك تعرفي نتيجه المقابله دي، مش كده ولا ايه؟ ده شيء اصبح ما يهمنيش. وانا كمان اصبح ما يهمنيش اني اقول لك. انا عايزه اشوفك بتتعذبي قدامي كده لحد ما تعرفي لوحدك، لانك اكيد هتعرفي. خلاص؟ خلصت كلامك؟ تقريبا. انا بقى مستحملك عشان الواد ده ولا بطني، انما انا حقيقي مش طايقاك. تسمح لي بقى، تسمح سعادتك تتكرم وتتعطف وتسمح لي امشي؟ خشي قولي للسفراجي يحضر الغدا. يلا. أنا جاي لك النهاردة ورامي ورا ظهري كل اللي كان بينا. أنا بقى رميته من زمان، لأن اكتشفت إنه ما بيشكليش أي أهمية. عظيم، هو ده اللي أنا كنت متوقعه. ايه اللي قومك من سريرك يا هارون؟ انت تعبان؟ هارون مالك، في ايه؟ قولي لي يا حميدة، ممكن الواحد يمد ايده لعدوه؟ سعيد بيه في عربية واحدة؟ ده انت لو قلت لي البغل في لابري اصدقك، لكن اللي انت بتقوله ده لا يمكن اصدقه. طب احلف لك بايه يا حضرة العمدة؟ طب وكتاب الله المجيد، هو ده اللي حصل؟ حتى اسال اهل البلد كلهم. انت شايف يا حفيظة، معقول حلم ده ولا علم؟ والي كانوا رايحين فين يا والي؟ كانوا رايحين يا بيت الجناين.
انهي جناين يا ولد؟ ولد غور يال غور شوف ايه الحكايه رو يال حاضر غور ها ايه رايك بقى يا سعيد بيه؟ مش هتلاقي برتقان في مصر زي البرتقان بتاعي. عظيم. هو فيه برتقان في الدنيا زي برتقان سهرون بيه؟ استنى عليه بس جمعتين لما يلون وشوف هيحصل ايه. ايه رايك؟ تحب نروح عندنا السرايا نتكلم؟ طب وهنا ماله؟ يلا محروس خد الغفره بتوعك وسيبونا لوحدينا. حاضر يا سهرون بيه. يلا انت اهو يلا عشان البهوات يشوفوا شغلهم. بتقول هارون ابني كان هنا في البلد يا مختار افندي؟ الا لو انت ما تعرفش يا حاج ما هقول الكلام ده ولا يفوتش على دار ابوه وامه. عموما مش ده الموضوع اللي انا جاي لك فيه يا حاج. هو في موضوع تاني يا مختار افندي؟ ايوه يا حاج. اصل هارون طب البلد هو وسعيد ابن عبد الله رجب. سعيد ابن عبد الله رجب كان معاي سال جه معاه في عربيه يا حاج. ما هقول الكلام ده والكلام غير ده. ابني انا كان راكب مع سعيد ابن عبد الله رجب. انا شفتهم بعناية يا حاج. هارون جنب سعيد وهارون ابنك هو اللي سايق. لا حول ولا قوة الا بالله. تعرف يا مختار افندي لو حد تاني هو اللي قال الكلام ده انا ما كنتش اصدقه ابدا. داني كنت فاكرك عارف يا حاج. قلت اجي اعرف منك ايه الحكايه وايه اللي لم الشامي على المغربي. قول لي انت ايه الحكايه. انت تسالناني يا حاج؟ خير يا حاج. والله ما انا عارف اذا كان خير ولا شر. ايه في ايه؟ قول لها انت يا مختار افندي. قول لها انت احسن انا مخي شط. الو. ايوه يا بابا. ازيك وازاي ماما؟ انتوا كويسين؟ الحمد لله. ايه اللي حصل؟ سعيد وهارون؟ ايوه راكبين العربيه مع بعضهم هما الاثنين. هو ايه اللي جرى بالظبط؟ ما تعرفيش حاجه عن الموضوع ده؟ اتصالحوا. طيب يا بنتي ربنا يصلح الجميع. على خيره الله. عايزه اكلمها. امك عاوزه اكلمك دقيقه واحده. اتفضلي. الو يا سميره. سميره الخط اتقطع. قالت لك ايه؟ أهلاً. الحمد لله على السلامة يا بابا. جيت إمتى؟ لسه واصل من شوية. اتفضل اقعد. يا أمي جت معاك؟ لا أنا اللي جاي لك لوحدي. خير يا بابا؟ أمك واخدة على خاطرها قوي منك يا هارون يا ابني. بقى يا ابني تبقى في البلد ولا تجيش حتى تقول زيكم. معلش يابا ما قدرتش اعدي. كان ورايا شغل وكنت مستعجل قوي. وبعدين كان معايا سعيد ابن عبد الله رجب وكان لازم يرجع مصر على طول. يعني الكلام اللي سمعته من اهل البلد حقيقي؟ سمعت ايه يابا؟ بيقولوا ان سعيد عبد الله رجب هيشتري الجنينه بتاعتك السنه دي. ايوه يابا. وفيها ايه دي يعني؟ وما لقيتش حد غير سعيد عبد الله رجب يشتريها يا ابني. انت نسيت اللي عمله فينا؟
يابا الكلام ده كان زمان، ما عادش له عندي اي اعتبار. كلام ايه اللي بتقوله ده يا هارون يا ابني؟ دول داسوا على كرامتنا برجليهم، ولما رفعنا راسنا لفوق تاني وشفتك كبير قدام الناس عايز ترجع تاني تطلهم؟ يابا دي تجارة، والتجارة ملهاش دعوة بالحاجات دي. ثم انا دلوقتي اللي يهمني المصلحة، والراجل دفع السعر اللي انا عايزه ورجله فوق رقبته، يعني احنا اللي انتصرنا عليهم. بيتهيألك دول عايزين يقولوا لك ان هم لسه زي ما هم، لما بيعوزوا حاجة بينلوها. يا خسارة يا خسارة، ضحكوا عليك بالفلوس وماله يابا، المهم اللي يكسب اكتر. وعلى رأي المثل اللي قال، العدس بترابه وكل شيء بحسابه. حتى لو كان على حساب كرامتك يابا ملوش داعي الكلام ده، الكلام ده لا هيودي ولا هيجيب. سيبني انا اتصرف، انا عارف شغلي كويس. يا خساره يا خساره يا خسارتك يا هارون، يا خسارتك يا حامد، عليه العوض ومنه العوض. يابا ما تزعلش نفسك، صدقني صدقني يابا مفيش حاجة تستاهل. ايوه معاك حق يا ابني، مفيش حاجة تستاهل. على فين يابا؟ احنا لسه ما قعدناش مع بعض. معلش يا ابني مش عايز اعطلك، احسن يمكن قعدتي تخسرك فلوس اكتر بعد كده تلومني. يابا ملوش لازمة الكلام ده. فتك بعرفي يابا. طب نتغدى سوا لحسن بعدين حميدة تزعل. وازاي بقى تسيبه يمشي كده؟ ليه ما مسكتش فيه؟ ده كلام برضه يا حميدة. طبعا مسكت فيه وافتكرته هيرجع لهنا. تلاقيك زعلته. انا ما احبش حد يتدخل في شغلي. بس ده ابوك يا هارون. ابويا على عيني وراسي من فوق، لكن شغلي ولا حر فيه، واللي يزعل يزعل. على رأي المثل، الفلوس على كل شيء تدوس. لا اله الا الله. رب العالمين. يا جماعه ان شاء الله هيبقى الله تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله على السلامه. هو قاعد حد ما بشوفش خليل موجود هنا في الحكايه؟ لا موجود يا عمده اهو. يا حاج حامد لحظه سمحت، انا عاوزك روح يلا منك له يلا تكلم الله يلا مع السلامه. وانت معاهم انت كمان يلا حضرتك. انا بالعوده انت ورايا على طول. خبايا يا حاج حامد. هلا انت حتى انك مقاطعني كده ولا ايه؟ ده انت عارف انت غالي عندي قد ايه. عارف؟ ايوه عارف يا عمده. خلاص العيال واصطلحوا اللي كانوا سبب الزعل، والزعل راح لحاله، في ايه تاني؟ انت شايف كده؟ ايوه طبعا شايف كده. خلاص ابنك واصطلح مع جوز بنتي وبقوا زي السمنة على العسل. ايوه ابني يعمل اللي هو عايزه ويعمل اللي يعجبه، لكن الاتفاق كان بيني وبينك مش بينك وبين ابني. خلاص يا سيدي حقك عليا، انا غلطان احب على راسي. استغفر الله العظيم. نعم يلا والله ما انت قاعد ولا مستني، انت هتيجي معايا على الدوار نفطروا مع بعضينا ونشربوا الشاي ونلغي مع بعض شويه. يلا يا راجل. اتفضل. شكرا. ايه بقى الموضوع اللي كنت عايز تكلمني فيه يا دكتور؟ اولا انا مش دكتور، انا امجد وبس. طب مش تستنى لما نتجوز الاول وبعدين نبقى نرفع التكليف؟ لا، فتره الخطوبه دي اهم فتره في حياه اي زوجين، لان هي دي الفتره اللي ممكن يعرفوا بعض فيها كويس. واذا عرفوا بعض كويس وكل واحد منهم اقتنع بشخصيه التاني، هيقدروا بعد كده يواجهوا اي مشكله تقابلهم. طب ده اولا. وثانيا انت ما قلتليش رايك في الكلام اللي انا قلته. بما اني قلت ثانيا ابقى موافقه. هي الحكايه مش مساله اولا وثانيا، زي ما قلت لك اهم فتره فتره الخطوبه، وانا عايزها الفتره دي كلها صراحه، صراحه مطلقه، او بمعنى اصح ناخد الشكل الديمقراطي للمناقشه. بتعجبني المقدمات اللي بتبتدي بيها قبل ما تدخل اي موضوع.
يمكن أكون متأثر بأسلوبي في إلقاء المحاضرات عشان أمهد للي قدامي وأسحبه تدريجيا لحد ما أطرح له الموضوع اللي أنا عايز أقوله. ويمكن التمهيد ده بيديك فرصة أنك تفكر قبل ما تدخل في الموضوع. أنا مثلا ما كنتش أعرف أنك بتتمتعي بدرجة عالية من الذكاء لدلوقتي. يبقى أنت كنت خايف أحسن أزعل من الموضوع اللي كنت هتكلمني فيه. إحنا اتفقنا من البداية نتكلم مع بعض بصراحة. طب اتكلم قول كل حاجة، أنا مش من النوع اللي بزعل بسرعة. شوف يا وجيدة، أنا ساعة ما جيت أخطبك كنت عارف عنكم كل حاجة، واللي عرفته عنكم شيء يشرفكم، وعرفت كمان إن أختك متجوزة هارون حامد، وده رجل أعمال كبير وحالته المادية. تحب أكمل لك كلامك وأريحك؟ يعني أنت عارفة أنا عايز أقول إيه؟ أنت من شوية كنت لسه بتمدح في ذكاء. شوف يا أمجد، أنا لما وافقت عليك ما كنتش حاطة في اعتباري ظروفك المادية أكتر أو أقل من ظروف جوز أختي. بصراحة أنا عجبتني شخصيتك وطريقة تفكيرك وأسلوبك في الكلام، حسيت إنك ممكن تكون الإنسان اللي عايش معاه مطمنة وحس معاه بالأمان، وأتمنى إن إحساسي ده يكون سليم. ما تتصوريش أنا قد إيه سعيد بالكلام اللي بتقوليه، وزي ما أنت محتاجاني أنا هكون محتاجك أكتر، وصدقيني كل هم هيكون في الحياة إزاي أسعدك. طب اشرب القهوة بقى قبل ما تبرد. على فكرة أنا ما يهمنيش إنها تكون سخنة أو باردة، كل اللي يهمني إنها تكون مظبوطة. 54 55 56 57 ده وقته ده. ألو، أيوة سعيد، الله يبارك فيك. أيوة سيدي، جبت فايق وشهاب. أيوة توأم مراتي يا سيدي، خلفة امبارح. جابت انجي. انجي ده اسم تركي. لا معرفش، ماما هي اللي قالت لي كده. على العموم انا دلوقتي مطمن على مستقبلها، عندها عريسين جاهزين، ولا انت ساعتها مش هتوافق؟ طبعا عارف، وعلى رأي المثل لا محبة الا بعد عداوة. لا شغل كويس قوي الحمد لله. بقول لك ايه، انت ليك عندي خبطة كويسة قوي، نعملها شركة انا وانت. افوت عليك في المكتب؟ طب خلاص، انت خلص مشوار البنك بتاعك وانا مستنيك في المكتب. مع السلامة. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا دكتور امك؟ ايه الفرص السعيده دي؟ ربنا يخليك. ازيك يا رون بيه؟ انت ايه جاي تحط فلوس ولا ايه؟ لا انا جاي اسحب مبلغ كده. تسحب مبلغ؟ في حد يسحب فلوس برضو؟ انت تعمل زي الفلوس اللي تخش البنك ما تخرجش. كل واحد وظروفه يا هارون بيه. المهم قول لي، هنفرح بيك انت وجيده امتى؟ ان شاء الله، بس مستني لما يتحدد ميعاد المنحه بالظبط. منحه؟ هو في حد بيتجوز بمنحه برضو يا دكتور؟ لا دي منحه دراسيه لفرنسا. الله، انت لسه هتتعلم تاني؟ الواحد طول ما هو عايش بيتعلم يا هارون بيه. على رأيك، المهم عرفت الميعاد؟ الحمد لله، أول الشهر الجاي، يعني أسبوعين بالكتير هنكتب الكتاب ونسافر على طول. طيب عن إذنك بقى، عشان أنا ورايا أعدي فلوس جوه. اتفضل. مع السلامة. المنحة قال. هارون بتعمل إيه؟ يوه حميدة، طيرتي الحسبة من دماغي. هو انت طول ما انت قاعد في البيت كده بتحسب؟ قال يعني عايزاني اعمل ايه؟ مراتك دي مش تقعد معاها شوية؟ بقى معقولة جاية من جوه عشان تقولي لي الكلمتين دول؟ لا، جاية علشان اقولك تعالى شوف ولادك هما بيلعبوا مع بعض. بيلعبوا ايه يا حميدة؟ هما لحقوا. تعالى بقى. طيب اتفضلي. اهلا 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 بحبايبي الصغيرين. اهلا 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 يا ولد، اهلا
فعلا فعلا ده واحد فيهم صاحي والتاني نايم. عارفه انا لو كان عندي وقت ما كنتش هسيبهم لحظه واحده. انا قررت هفتح لكل واحد فيهم حساب في البنك وكل ما يجي فلوس احط لهم جزء. ولا اقول لك لا، انا هشغل الفلوس دي كلها في مشاريع احسن. صحيح، مش هنعزم وجيده والدكتور امجد على الغداء قبل ما يسافروا؟ مش لما يتجوزوا الاول؟ ما هم هيسافروا بعد ما يتجوزوا على طول. فكر معايا بقى كده، نشتري لهم ايه هديه الجواز؟ هديه؟ ايوه هديه، الاصول كده. جرايه يا حميده، انت غاويه تغرميني وبس. ده احنا من ساعه لما اتجوزنا وانت نازله عزايم. ليه بقى؟ يعني ما كنتش عايزني اعزم بابا وماما؟ دول حتى ياما عزمونا عندهم. صحيح، ده بابا كلمك في التليفون النهارده وكان عايزك تعدي عليه في القهوه ضروري. مالكيش عايزني ليه؟ اظن علشان تقابل واحد اسمه عبد المجيد. عبد المجيد؟ اعمل فيكي ايه دلوقتي؟ اعمل فيكي ايه؟ بقى معقوله تنسي حاجه مهمه زي دي وتفتكري الغدا والهدايا بتاع اختك وعريسها؟ يوه ده انا يا دوبك الحقه. يا سلام، اشمعنى بقى ده الموضوع اللي اتحمست له قوي كده؟ علشان ده شغل يا حبيبه، شغل شغل يعني فلوس. امال انا اجيب مصاريف الغدا والعزايم دي كلها منين؟